روسيا تستخدم الفيتو ضد قرار بمجلس الأمن تقدمت به الولايات المتحدة وألبانيا. القرار من شأنه إدانة الاستفتاءات التي أجرتها موسكو لضم 4 مناطق أوكرانية. يحث القرار جميع الدول على عدم الاعتراف بأي ضم مزعوم للأراضي الأوكرانية من قبل موسكو. اقترحت الولايات المتحدة قرارا مع ألبانيا لإدانة ما تسمى بالاستفتاءات غير القانونية التي أجريت في الأراضي الأوكرانية. القرار يدين بوضوح هذه الاستفتاءات غير القانونية ويدعو جميع الدول إلى عدم الاعتراف بأي تغيير في أوكرانيا، ويطلب أن تسحب روسيا قواتها من أوكرانيا على الفور. فيما تباينت مواقف أعضاء مجلس الأمن حول مشروع القرار، وهو ما بات مألوفا في عشرات الجلسات التي عقدها مجلس الأمن حول أوكرانيا منذ بداية الأزمة التي تخطت شهرها السابع. أساءت روسيا استخدام الفيتو للدفاع عن أفعالها غير القانونية. صوت أعضاء المجلس بطرق مختلفة، لكن هناك أمرا واحدا واضح، لا يوجد عضو واحد آخر في هذا المجلس يعترف بمحاولة روسيا ضم الأراضي الأوكرانية بشكل غير قانوني. الفيتو الروسي لن يغير الحقيقة. أي إجراء يتخذه مجلس الأمن يجب أن يفضي حقا إلى تخفيف الوضع وحل الأزمات بدلا من تكثيف الصراعات وتفاقم المواجهة. الأزمة الأوكرانية هي نتيجة النزاعات والتوترات لفترة طويلة، وقد أظهرت الحقائق أن العزلة السياسية والعقوبات تغذي التوترات ولن تجلب السلام. وفيما صوت 10 أعضاء بمجلس الأمن على تبني القرار مقابل الرفض الروسي، امتنع كل من الصين والهند والبرازيل والجابون عن التصويت في وقت تستمر فيه الحرب الروسية الأوكرانية. لا تزال الأزمة الأوكرانية تراوح مكانها في ظل إصرار الروسي على تنفيذ خططه في مقابل رفض أمريكي أوروبي، وسط مخاوف من تصعيد محتمل بين روسيا ودول الناتو، ما قد ينذر بشتاء مظلم في ظل استمرار تمسك كل طرف بمطالبه. لقناة اليوم من واشنطن، أماني بكير.